عالي المستوى فنيا وتكتيكيا. مثل ما تعرف الملاكمة الكازاخستانية يعني من المدرسة الروسية، بل تفوقوا على المدرسة الروسية، هي المدرسة الكازاخستانية. الميقات هي السيد أحمد الحكم الدولي معلنا بداية الجولة الأولى في لقاء الذبابة 52 كيلوغرام في النزالات المهرية والقوية في اليوم الخامس على التوالي لبطولة القارية الآسيوية المقامة في دبي. وهذا اللقاء بإدارة الحكم الإيرلندي الحكم بن، والقضاء من كرواتيا، كازاخستان والهند، تركيا ومصر. ما توقعاتك المبدئية لهذا النزال؟ حقيقة يعني مجريات المباراة، النزال يعني غير واضحة، يعني جست نبض لغاية الآن في الثواني الأولى للنزال، ولكن يعني وضوح بسيط للملاكم الأوزبكي من خلال تسديد بعض اللكمات والمبادرة بالهجوم على الملاكم الكرغستاني عزت. نعم، يقول بعض الخبراء أن الهند نجحت لأن لديهم قاعدة عريضة جدا في الناشئين والشباب، ولديهم مدربين وطنيين على أعلى مستوى، وقد استعانوا أيضا بالخبرات الأرجنتينية الكبيرة في هذا المجال. حقيقة تشهد الملاكمة الهندية قفزة نوعية في المستوى، ومثل ما تحدثنا بالسابق أنه خير دليل على ذلك أنه الاستحقاق العالمي لفئة الشباب، حققوا العديد من الميداليات اللي كان يعني لها تأثير كبير على الأداء الفني، كذلك حتى في الكبار، يعني مثل ما نلاحظ يعني تواجد عدد كبير من الملاكمين دولة الهند في سيمي فاينال في بطولة آسيا. الحكم وإشارة بإبقاء الرأس عاليا للركن الأحمر اللاعب الأوزبكي في وضعية اللاعب الأعسر، واللاعب الكازاخي القرغستاني في الوضعية الاعتيادية. هل يمثل وقفة الاستعداد، هل تمثل فارق كبير في مجريات اللقاء؟ بالتأكيد يعني، ولكن ليس لهذه الملاكمين، يعني المستوى العالي ما أعتقد راح يسبب فرق، يعني كون هم يعني تدرجوا تدريبيا وشاركوا بالعديد من البطولات العالمية، أعتقد ستكون لكل أسلوب خيارات يعني موجودة داخل النزال. رأينا اللاعب ميسم من إيران يتصرف بشكل جميل برغم لعبه مع لاعب أعسر وطويل، ولكن كان الهجوم منظم ومنمق، كان اللاعب لديه الخبرة في التعامل مع اللاعب الأعسر، فهل يأتي ذلك بالتدريب أم بنصائح المدرب؟ بالتأكيد هذه يعني مثل ما تعرف الناس المختصين أنه هنالك مفردات تدريبية توضع لدى اللاعب، ومثل ما يقول يهضمها اللاعب لتطبيقها داخل النزال وأثناء البطولة. نهاية كم بتنبيه بسيط و تبدأ الجولة الثانية القتالية بين منتخب قرغستان ومنتخب أوزبكستان، وهل يأتي المدربون بشيء جديد في هذه الجولة؟ بالتأكيد يعني أعطوا نصائحهم إلى الملاكمين، وأكيد من يسر وأخذ زمام الأمور في هذه الجولة. هل لاعب عزت من قرغستان هو لاعب قوي، وهو اللاعب الرابع حول العالم في الوزن 52 كيلوغرام، وأيضا اللاعب الأوزبكي حول العالم في الوزن 52 كيلوغرام، وأيضا اللاعب الأوزبكي رقم 2 على العالم. هل تبقى القواعد ثابتة أم يحصل تغيير؟ يعني حاليا يعني تقدم واضح للملاكم الأوزبكي، ولكن كل شيء ممكن، يعني مثل ما تعرف أنه ليس بالفارق الكبير، يعني أنه الملاكم ثاني عالميا الملاكم الأوزبكي شهاب الدين، وكذلك الملاكم القرغستاني عزت رابع عالميا، يعني تقارب بالمستوى، ولكن يعني الملاكم الأوزبكي ذكي جدا بتفادي اللكمات الموجهة إليه، كذلك بالمقابل لديه الخيارات العديدة اللي يقدر بيها أنه يتقدم في هذا النزال.
لقاء قوي ومميز، هل تكون بشكيك فيها الفائز أو الفرحان في هذا النزال أم تكون طشكند هي الأولى؟ لقاء قوي، سيطرة على منتصف الحلبة من كلا اللاعبين، والحكم بإشارة إلى رفع الرأس عاليا في الدقيقة الثانية من الجولة الثانية. بالتأكيد أحب أن أنوه على موضوع أنه القرعة اللي حدثت في آسيا يعني كانت مهنية جدا لزرع المصنفين لكي يعني يتواجهوا في النهائي، مثل ما تلاحظ أنه الملاكم الثالث واجه الملاكم المصنف أول عالميا، وفي هذا النزال الملاكم الثاني واجه الملاكم الرابع، وحقيقة هذا خيار جيد للقارة الصفراء يعني وضع خيارات لدى اللاعبين الآخرين غير مصنفين للوصول إلى منصات التتويج، ولكن المستوى يعني كان إلى بصمته في هذه البطولة، ولاحظنا أنه اللي وصلوا إلى السيمي فاينال هم الأربع المصنفين عالميا. نعم، لقاءات أشبه بالنهائي في نصف النهائي تأتيكم هنا من دبي أعزائي المشاهدين، ولازال اللقاء قائم وعشر ثواني تفصل عن نهاية الجولة الثانية، ونصيحة من الحكم عند الأمر بريك الرجوع بخطوة إلى الوراء ونهاية الجولة الثانية. بتسديد العديد من اللكمات، إضافة إلى أن الملاكم الكرغستاني عزت كان أقل فعالية في هذه الجولة، وأعتقد يعني نزال شائك جدا. من كرواتيا وكازاخستان والهند تركيا ومصر، ولكمة قوية مستقيمة من الركن الأزرق واللاعب زويروف اللاعب الثاني على العالم في ميزانه، أيضا اللاعب عزت لاعب مهاري وقوي يتحرك منذ الجولة الأولى بمهارة وبخبرة، انزلاق على الأرض لا يحتسب، تنظف القفازات ويرجع استكمال اللقاء مع تنبيه بسيط من الحكم أو تنبيه كوشن بعدم التصارع. بالتأكيد نزال يعني جدا جدا عالي المستوى، وتلاحظ انه تبادل اللكمات من قبل الطرفين، يعني كل الملاكمين يمتلكون خيارات جيدة للتقدم في هذا النزال، مثل ما تلاحظ يعني منافسة عالية. الملاكم الأوزبكي يحاول تسديد لكمات الى وجه الملاكم الكرغستاني، بالعكس من الملاكم الكازاخستاني يحاول يعني استغلال الثغرات الموجودة لدى الملاكم الأوزبكي، مثل ما نلاحظ أنه بعض الشيء قل الرتم لدى الملاكم الأوزبكي كونه هو بذل مجهود في الجولتين الأولى والثانية، يعني سنلاحظ أنه قتال لآخر لحظة، يعني ونحن في منتصف الدقيقة الثانية وما زال القتال في الجولة الثالثة، نهاية الجولة الثالثة وما زال القتال مستمر لدى الطرفين. تسديد لكمات مؤثرة من قبل الملاكم الكرغستاني عزت المصنف رابع عالميا، وبالمقابل يحاول الملاكم الأوزبكي شهاب الدين أيضا السيطرة والهيمنة في هذا النزال أو في هذه الجولة لكسب الجولات الثلاث ورأي الحكام لتصب والصعود إلى الفاينال في البطولة الآسيوية. لقاء قوي وحماسي، لا زال النزال قويا. في توقعاتك من هو الأكثر سيطرة حتى الآن؟ من هو في وجهة نظرك الأقرب للفوز؟ يعني كان وضوح للملاكم الأوزبكي في الجولة الأولى، ولكن اجتهد الملاكم الكرغستاني في الجولة الثانية بعض الشيء، يعني الجولة الثالثة ستكون أعتقد هي فاصلة حقيقية لاختيار من الفائز والوصول إلى مثل ما يقول فاينل البطولة الآسيوية، اللي هي بالتأكيد حلم كل لاعب، يعني وكون دول يعني هؤلاء اللاعبين انه هم من سيمثلون القارة الآسيوية في الأولمبيات القادمة. لكمات قوية، لكمات مستمرة بشكل قوي تأتيكم عبر دبي الرياضية وقناة أبو ظبي الرياضية، ابقوا معنا. ويستمر هذا النزال في الدقيقة
شرفنا على نهايه الجوله الثالثه وسنعرف من الفائز بعد قليل اعزائي المشاهدين. وبرايكم يمكنكم التوقع، ولكن كما تعودنا ان القرار في الاخير سيكون قرار القضاه. الحكم اشاره والتنبيه بمسح القفاز و ويظل رقم اثنين حول العالم في ميزانه محافظا على الصدارة وعلى رتبته التي كسبها عن جدارة ومهارة بقرار سبليت ديسيشن. يجد جديد النصر اليوم من نصيب أوزبكستان زويروف البطل في الركن الأزرق and still number two over the world. إعادة للقطات النزال القوية. بالتأكيد يعني كان نزال مستحق للملاكم الأوزبكستاني شهاب الدين، يعني وسيعاد أنه سيلاقي المصنف أول عالميا وهو مصنف ثاني عالميا، ومثل ما تفضلنا أنه النزال سيكون ناري في النهاية، ومثل ما تلاحظ أنه المستوى عالي لدى الملاكم الأوزبكستاني، ولاحظنا حركة جميلة وهذا ليس بالغريب كونهم يعني يمتهنون لعبة الفن النبيل. نجح اللاعب الأوزبكي اللاعب زويروف على إبقاء نفسه في الصدارة كونه الثاني حول العالم. أعزائي المشاهدين، كنا في خفيف الذبابة وانتقلنا منه للذبابة شخصيا.